بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا عنا لذكرك وشكرك واستغفرك ونقول 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 ولأمر أحلى شيء ونرد بالله عقيدة والذكر الذي تراه ربنا توحيد وإخلاص وحياء وخشية ورجاء وإيمان. قالوا أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأردوان والأردوان إلا على أهل الأردوان والله أكبر. قالوا نعبد أصناما فنظل إلى عهده. هل يسمعونكم تدعون؟ أي حال دعاكم تزيدون دعاكم. زمان حكنا أسماءكم وأشكركم تصحي يا كذا يا كذا أعطني كذا وكذا. لا حياة لما تنادي يا تبكى. الحي سبحانه وتعالى الوحيد لا ينفعك ولا يغفل عنك ولا يحزن لك بالعقوبة، بل يفرح حين تعود إليه تذل صاغرا وذاكرا للأنعم وشاكرا لآلائه. أين أنتم من الحال اللي هي فيها خير الآن والمآل؟ ونعود إن شاء الله تعالى بنص الآيات وفضل الرحمن.